بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مساء الخير. ان شاء الله تكونوا سامعيني. انا ايمان سعيد، دكتوره نفسيه، دكتوره امراض نفسيه. الليله حنتكلم بصوره سريعه وصوره مبسطه في دقائق، موضوع يعني بسيطة جدا. أول حاجة قبل ما أبدأ في الموضوع، عايزة أسأل الناس سؤالين أو ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل في أي واحد منكم متأكد تماما إنه بكرة أو بنهاية الليلة دي إنه ما حيجيه أي مرض، أيا كان المرض، مرض عضوي، مرض نفسي، أو إنه يمشي الشارع ما تصدم عربية، أو ما يحصل لو حاجة استقع فيه حاجة، أو أيا كان المرض، هل في أي زول متأكد إنه ما حيجيه أي نوع من الأمراض أيا كانت في حياته، له هو أو لإنسان عزيز عليه؟ طيب السؤال الثاني، أتوقعنا الإجابة إنه لا. السؤال الثاني، الله لا قدر لو الواحد جاءه أي مرض نفسي عضوي أي حاجة، أو حصل له أي حادث وخلاه يعجز عن إنه مثلا يتحرك، أو فقد شيء من حواسه، أو عجز عن بأي صورة، يعني أي عجز أيا كان، فكيف بيكون حاب الناس تعامله؟ كيف بيكون متوقع إنه المجتمع يتقبله؟ هل بيكون مرتاح لو المجتمع وصفه بأنه إنسان عاجز؟ هل بيكون مرتاح لو المجتمع وصفه بأنه إنسان مريض وسماه بالمرض المعين بدل ما يسميه باسمه، شال اسمه منه، مثلا سماه توحدي، أو سماه عاجز، أو سماه فصامي، أو أي من الأسماء، شال اسمه، حذف اسمه، وخدت المرض محل اسمه، أو ألصقه باسمه، يقولوا فلان العاجز، أو فلان ما قادر يتحرك، أو فلان ما قادر يعمل الحاجة الفلانية. هل أي واحد يعني بيكون لو حصل له حاجة زي دي، هل هو بيكون مرتاح أو مبسوط؟ وكيف بتكون حابي الناس تعاملك مثلا في دراستك أو في شغلك؟ هل بتكون متوقع لما ترجع الدراسة الناس يقول لك لا الدراسة دي أنت مفروض توقفها لأنك أنت ما قادر، أو الشغل ده أنت ما تشتغله، تلقى أنه يعني مديرك في الشغل أو صاحب الشغل قال لك معليش يا أخي أنت حصل لك مرض أنا ما حقدر أخليك تواصل في الشغل؟ ولا بتكون يعني متوقع انه والله لا انا حصل لي اي حادث، اي نوع من العجز، حصل لي اي مرض، ممكن امشي يقولوا لي ممكن يعني نعدل لك نوع شغلك لانه الشغل ده مناسب معك في الوقت الحالي لحد ما يحصل لك تاهيل بصوره معينه، بدل ما انت تكون مثلا عسكري او ضابط تحمل سلاح، حاليا تقدر تحمل سلاح، بدل ما تكون جراح بتعمل عمليات عشانك وعشان الناس التانيين ما تحطهم في خطر، ممكن تقعد في العياده لكن ما تشتغل، دي مقبولة أكتر أفتكر يعني. أو ممكن إنه أنت مهندس ما تشتغل في مكنة معينة لكن تشتغل في حاجة تانية يعني، ولا يقول لك لا خلاص أمشي البيت أنت صرت عاجز. دي الحاجة اللي أنا عايزة أتكلم فيها في دقائق بسيطة، هي الوصمة الاجتماعية للمرض، الناس اللي بصوبها المريض، واللي هي إلصاق بصورة بسيطة، إلصاق صفة أو مسمى باسم الشخص، ولا نشيل اسم الشخص ونخد مكانه الصفة اللي إحنا بنقولها دي. وفي بعض الأمراض زي الأمراض النفسية أكتر من غيرها بتكون مرتبطة بالوصمة، إنه الناس دي مرضى نفسانيين، وإنه ما قادرين يتفاعلوا مع المجتمع، وكثير من المسميات اللي بتجي معهم أو مع مرضهم. فعشان كده احنا بنقول دائما للمرضى ما الواحد ما يقول انا توحدي،
لكن يقول انا عندي مرض التوحد، ما يقول انا فصامي، يقول انا فلان عندي مرض الفصام، زي ما انا بقول عندي مرض السكري وعندي مرض الضغط وعندي مرض الكلى وعندي مرض القلب، فانا بقول عندي مرض التوحد، عندي مرض الفصام، عندي مرض يعني كل الحاجات دي يعني ما بتخلي الواحد يتوصل بالمرض. وده انا بفتكر انه لما مجتمع يوصم اي شخص بمرض ده لعدم فهم او قصور في فهم المجتمعات للامراض النفسيه او الامراض المعينه اللي بتخليهم يوصموا الواحد يوصموه بالمرض اللي هو فيهم. وانا بقول للمريض النفسي او اي مريض كان، اذا كان انسان عاجز عن اي شيء وهو بيصموه بيعجزه، فده ما عجز فيك انت، انما عجز في المجتمع وفي المجموعه اللي بتوصمك، ده عجز فيهم وعدم فهم لهم لحد يعني هم عايزين وهم اللي عندهم قصور لحد ما يغيروا فهمهم، حتى فهمهم ارتقوا بفهمهم للفهم الكامل، حتى انهم يكونوا ناس ما عندهم قصور او ناس ما فاهمين. لكن ما دام هم بيصموك بحاجه دي وهم ده عدم فهم منهم، عدم فهم منهم هم. المشكله حاليا مع الكوفيد 19، مع مرض الكورونا، عايزين نبدا نوصم الكورونا نفسها. احنا ما حنقول ده شخص كوروني، لكن الناس بدات تقول الحاله. الانسان لما يتولد ويتسمى باسم، ما يتسمى بحالة. فما من الحاجة الصحيحة ولا من الحاجة المستحبة ولا من الحاجة اجتماعيا انه انا اوصف شخص بحاله عنده، او اقول الحالة رقم واحد، الحالة رقم اثنين، الحالة رقم 13. انه في واحد كان بيوصف في نفسه يقول انا الحالة رقم كذا، يعني طوال غرنا باسمه، اختلطت بالحالة رغم كذا. دي الناس عندهم اسماء، يعني حتى لو ما عاوز الواحد يقول اسمه الكامل، لا، لأي سبب ما، مثلا عشان سرية المرضى، عشان أي حاجة. مع انه مثلا في الكورونا احنا نتوقع انه بالعكس الناس حاجة عادية تقول اسماء عشان المختلطين بهم يجوا يبلغوا عن نفسه والناس تعرف كم شخص. لكن إذا كان بدت حكاية إنه الناس يوصموهم، فيبقى حتى الناس المختلطين ما حيوروا نفسهم وما حيجوا، لأنه بقت فيها وصمة اجتماعية إنه ده مصاب بمرض معين. فأنا لما أقول الحالة رقم كذا، وين اسمه؟ اسمه أحمد، اسمه محمد، اسمه عبد الله، اسمه منه؟ ما اسمه الحالة، ما اسمه الحالة، اسمه الشيء باسمه هو. ما عايز يقولوا اسمه كامل، يقولوا اول اسمه، ما عايزين يقولوا اول اسمه، لانه لو المريض طلب مثلا ده من حقه يقولوا الحروف الاولى من اسمه. لكن ما بقول الحاله واحد، الحاله اثنين، دائما الحاله زيرو بيقولوها عشان الستاتستيك، عشان الناس تشوف جات من وين وكده. خلاص بعد كده بتبقى عندنا، بنقول عندنا 25 حاله، عندنا 27 حاله، لكن ما بقول الحاله رقم واحد جاي من الحته الفلانيه، خلاص مع الحاله رقم ثلاثه، بكره نازل ان شاء الله بيتعافوا وبيرجعوا شغلهم، بيرجعوا حياتهم، ما حنسميهم الحاله، حنرجع نسميهم باساميهم. فما دارين نبدا في حته زي دي، دارين الناس تكون واعيه في الحته زي دي، لانه نتاج اي وصمه اجتماعيه لما نوصم الناس بالحاجه زي يعني بمرض او عايزون او بقصورهم، اذا كان حاجه مخلوق به ولا حاجه مكتسبه، نتائج الوصمه بتكون انه نازل ممكن يكونوا ناس منعزلين، ممكن يكونوا ناس غير متفاعلين مع المجتمع وغير منتجين، بل بالعكس مستهلكين، يعني المجتمع ما استفاد منهم وضراهم، وممكن بعضهم يطلعوا ناس حاقدين. نفس قبل فتره لما اول ما ظهر الايدز والناس بقت يعني توصل ناس الايدز بالحته بتاعت العار، ولانه طريقه انتقال الايدز مختلفه وكده، واحد يعني حسب فهمه انه عايز يعدي اكبر كميه ممكنه من الناس، دي حته بتاعت انه ممكن يطلع ناس حاقدين، ملا ابره حقنه بدم واستنى انه كان في مناسبه يعني يتجمعوا ناس كميه كبيره جدا جدا، وطلع في عماره عاليه وبدأ يرش الرزاز
الدم بتاعه على الناس، مفتكر انه الناس ذي حيتعادوا بالطريقه دي، فدي بقت بالنسبه له يعني عايز كل الناس تكون نفسه زي ما هم وصفوه بالحاجة اللي بوصفوها به، او حاسبه بانه موصوم يبقى الناس كلها تبقى زيه عشان ما في زول يكون موصوم. فعشان كده احنا ما دارين ايا كان مرض من الامراض يكون عنده وصمه معينه، الامراض كلها واحد، سكري ولا ضغط ولا فصام ولا اكتئاب ولا مرض نفسي ولا مرض عضوي، كلها امراض، كلها بتجي لنقص في مواد معينه، زي ما بيكون في خلل في البنكرياس، في البنكرياس يعني في انتاج الانسولين من البنكرياس، عشان كده بيجينا مرض السكري، بيكون في خلل في الدماغ في مواد معينه، فعشان كده بيجينا الاكتئاب وبيجينا مرض الفصام. يعني ما في فرق بين مرض السكري ومرض الضغط ومرض الفصام ومرض الاكتئاب، وحاليا الكورونا عباره عن يعني فيروس زيه زي النزلة العادية، مع اختلاف نوع الفيروس، مع اختلاف طريقة الانتشار، مع اختلاف العلاج اللي حيكون موجود ان شاء الله قريب. فدي كلها امراض نفس الشيء، احنا عايزين نعاملها بنفس الطريقة ونعامل المريض بنفس الطريقة عشان ما تجينا النتائج لكل الحاجات دي. فما عاوزين نرقم مرضى الكورونا بارقام ونقول رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة، ودي تبقى ليهم وصمة، والناس حتى ما يجوا عشان يقولوا احنا مرضانين ولا عشان يقولوا احنا فينا حاجة معينة او فينا اعراض انه عايزين نتفحص، عشان بكرة حيسموهم الحالة رقم 30 وحمشي في الشارع حيقول لي ده رقم 30، ما حيقولوا ده علي ولا ده احمد ولا ده ابراهيم، حيقولوا ده الحالة 30 وده الحالة 1 وده الحالة 12. فانا اتمنى انه الحاجة دي ما تستمر وما تكون موجودة يعني في مجتمعاتنا يعني، ولا في أي كان مجتمعات في العالم. وأنا بس عندي حاجة عايزة أقولها ورسالة يعني لكل مريض، لكل مريض مهما كان مرضه شنو، مهما كان مرضه عضوي ولا كان مرضه نفسي، أنا عايز أقول له دائما دائما في إنسان بيهتم بك، دائما في إنسان عايز تكون أحسن إنسان، وفي ناس من حولك هم مهتمين بك مهما كان نوع مرضك شنو. فما تخلي كلام حوالينك، ما تخلي وصمة أو كلمة وصمة تأثر على حياتك، وخليك قوي وبعزيمتك وبقوتك بإرادة الله أولا وأخيرا، حياتك حتمشي طبيعية جدا جدا، وإنت ما الوحيد في العالم اللي بيعاني من المرض اللي إنت عندك في الوقت الحالي، مهما كان هو المرض شنو. قبلك كان في ناس وبعدك حيكون في ناس، والأمراض ما حتقيف ومهما كانت هي شنو. فخليك إنسان طبيعي وخليك إنسان قوي، وإنت إنسان فعال في المجتمع مهما كان، حتى لو بالشيء اللي بتقدر تقدمه فقدمه للمجتمع، وإن شاء الله الناس تتفهم شوية شوية كل أنواع الأمراض مهما كانت ومهما كان نوعها ومهما كان طريق انتقالها. فإحنا ما جايين عشان نحكم على الناس، ونحنا ما بنحكم على أي إنسان بصفة أو بمرض مهما كان، أو بشكل أو بجنسية أو بلون. فكل الوصمات دي وصمات اجتماعية غير مقبولة تماما، فأرجو أن الناس تتفهم الحتة دي. وشكرا لكم، وإن شاء الله دائما طيبين وخليكم في البيت، وشكرا لكم. طيب لو في أي زول عند تعليق في أي حاجة في أي سؤال، عندنا 5 دقائق 10 دقائق قبل ما نقول لكم مع السلامة. شكرا لك دكتور أنور، مروة شكرا لكم. طبعا 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 المشكلة انه
برضو الوصمة دي بيتغير في سلوك الشخص تجاه المجتمع، لأنه السلوك بتاع الإنسان أو معظم السلوك بيتفق مع المعايير الاجتماعية. سبب الوصمة أساسا عدم فهم أو قصور في الفهم للمرض. يعني أنا لما أقول المرض النفسي أوصمه إنه مثلا ده جنون ولا ده شخص فصامي، عشان كده أنا قلت إحنا ما بنقول للمريض ما تقول أنا فصامي، قول أنا عندي مرض الفصام، أنا فلان عندي مرض الفصام، ما تقول أنا توحدي، قول أنا فلان عندي مرض التوحد، لكن ما تقول أنا فصامي أو أنا توحدي، لأنه ما حتقول أنا كوروني، حتقول أنا فلان عندي مرض الكورونا. فالوصمة سببها نحن، سببها المجتمع، سببها عدم فهمنا. يعني حتى الوصمة كلها موجودة في العالم كله، الوصمة بتاع مثلا في المرض النفسي كل العالم عندهم الوصمة دي، لكن تختلف من مكان لمكان. يعني في أوروبا وأمريكا وأستراليا والعالم الغربي عندهم، لكن بدرجة أخف جدا من ما عندنا نحن. يعني عادي مشوا للطبيب النفسي، عادي مشوا يتعالجوا، عادي يقول لك أنا عندي مرض الفصام، أنا عندي الاكتئاب، أنا عندي كده، أنا عندي ولدي عنده توحد، أنا يعني ما عندهم مشكلة، وبيمسكوا أولادهم وبيعالجوهم وبيعالجوا أهلهم، وإذا كان هم موجودين معهم أو هو نفسه الواحد بيمشي للطبيب النفسي من غير أي مشكلة. يعني ما بيكون خايف يمشي، ما بيكون متسوس إنه يمشي، أغلبية الناس يعني. هي الوصمة سببها المجتمع في الأول، بعدين بقت حاجة شخصية، لأنه المجتمع هو الوصمني وخلاني أكون شخص مميز بوصمتي دي، يعني ميزوني إنه أنا كده. عشان كده أنا بقيت أحس كأنا مريض، بقيت أحس بإنه دي وصمة، وإنه أنا مختلفة من الناس، إنه أنا ما مقبولة. في بعض الوصمات بيكون سبب نفس الشخص نفسه، لكن دي يعني ممكن حاجة بسيطة إنه خلاص الواحد ما عاوز يتكلم عن مرضه، ما عاوز، لكن لو بقى في فهم وبقت في التثقيف بتاع إنه والله اللي عنده مرض هو شخص طبيعي، هو ممكن يكون يعني بعد ما يأخذ علاجه ممكن يكون إنسان منتج في المجتمع، ممكن يكون إنسان متفاعل في المجتمع، ممكن يكون إنسان يقدم للمجتمع زي أي ناس ثانيين، فما حيكون هو حيحس بالوصمة دي، أو ما حيحس بالعجز اللي هو المجتمع ده وصفه به. يعني فنحن يعني فهم المجتمع أهم شيء إنه يتغير، يعني يتغير من الحتة دي. فعموما المجتمع له دور كبير فيها. طيب ممكن برضه يكون ما خوف. ممكن يكون ما في جهة تلجأ إليها، لكن عموما الجهات هي موجودة، الواحد بس يفتش وين الجهة اللي يلجأ إليها، وين الحتة الصح. صح، ودي نوع من الوصمات. الوصمة ما شرط تكون في المرض، الوصمات عندها أنواع. دكتور أنور، في وصمة جسمية إذا كان العجز في الجسم، في وصمة عقلية، في وصمة حسية حتى لو عندك أي مشكلة في الحواس، في وصمة عرقية ولغوية، وفي وصمة جنائية. يعني أي حاجة دي ممكن تكون وصمات. فدي واحد من الحاجات اللي بتطلع الناس للمجتمع، يكونوا فعلا حاقدين، يكونوا فعلا ما متفاعلين مع المجتمع. وهم ذنبهم شنو؟ يعني حتى ده ذنبهم شنو؟ ما عندهم ذنب انه طلعوا نفسهم اللي هو في الشارع، ما عندهم اي ذنب. يعني صعب صح تتغير، لكن افتكر انه يعني في كثير من المجتمعات بدأت تتغير في المفاهيم دي. الناس لو غيرتها بطريقة
انه والله في 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 نوع من الوعي، في نوع من التثقيف، في نوع من القبول يعني للناس ديل مهما كان هم، ودمجوهم في المجتمع، دمجوهم في المدارس. الناس ديل في منه الناس اتعلموا، وفي منه الناس مشوا لي قدام. انا بعرفهم شخصيا، كنت شغاله معاهم قبل كده، مشوا لي قدام ويتزوجوا وعايشين حياتهم نوعا ما انا بفتكرها طبيعيه، او على الاقل الظاهريا طبيعيه، وناس كويسين. فدي كلها دايره انه لو في جهه احتوتهم، لو في جهه احتوتهم، في زي في كثير من البلاد البرة في حكومات محتويه الناس دي، محتويهم احتواء يعني كامل، معيشهم في بيوت جميله، معيشهم في اماكن حلوه، مدياهم أسر ترعاهم، وفي وحدين قاعدين في البيوت بتاعتهم هم يعني، ومعاهم مشرفين بيمشوا مدارس العادية، بيختلطوا بالناس عادي، بيكبروا بيدخلوا الجامعات عادي، وبتوظفوا بتكون حياتهم عادية. أنا شفتهم. فده من المجتمع يعني، من المجتمع المفروض إحنا في مجتمعنا في السودان نحاول نغير الحاجة دي، نحاول نوعي الناس. طيب شكرا لكم، ولو ما في تعليق تاني اتمنى انه الناس يعني تبدا انه توعي بعض، وانه تبدا انه تفكر، بس تفكر في السؤال اللي انا قلته. لو انت مرت بالحاجه دي مره تانية، اقول السؤال لو مرت بالحاجه دي، او ما في زول محصوم من انه بكره ولا ليله تجيه اي من الامراض دي. لو انت جاك اي من المرض دي، اذا كان نفسي او عضوي او ايا كان المرض، فهل بتقبل على نفسك انك تتوصم باسمه، او يشيلوا اسمك ويقولوا والله ده اللي عنده، بدل ما يقولوا ده عنده مرض كذا يقولوا ده فصامي، او ده توحدي، او ده كوروني، او يسموك الحاله 1 والحاله 12 والحاله 15، ولا يقولوا عليك باسمك لانك انت انسان يعني المفروض تكون انسان طبيعي، وانسان منتج في المجتمع، وانسان كويس. وتاني خليكم بالله في البيت، والسلام عليكم، مع السلامة.